بسم الله الرحمن الرحيم. كفاها دجلة والفرات، لم تمتلئ يدها بالذهب والجواهر، ولم تكن تزين أظافرها بالطلاء والأصباغ. يدان كانتا على نحولهما وضعفهما وبسطتهما مبسوطتان لا تعرفان البخل والإمساك. نعم إنهما كفا أمي. كانت أمي تكرم الضيوف وتقول أكرم ضيوف الرحمن. كانت أمي تعطي للمحتاجين في كل مناسبة وتقول لنا ما تعطيه ولك وما تخبيه وتبقيه سيأخذه غيرك. كانت تعطي الفقراء في العيد وتقول أسعد الله من أسعدهم. كانت توزع من طعاما على الجيران وتقول البركة في لقمة قسمت نصفين وفي مائدة أكل منها الأقربون. لم تهتم يوم لمدح ولا إطراء، ولم تنتظر الشكر على ماذا على ما كانت تقدم. كانت تغرس فينا الكرم غرسا وتسقيه بأفعالها الطيبة وعطائها السخي. إن الكريم له الكرام بطانة طابت شمائلهم وطاب المنهج. شكرا لكم.